السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد حيدا عن قناة صوت المهاجرين في كندا. هاش نقول لكم دابا تقريبا بعد ساعتين من الطريق من وينزور لمدينة لندن، احنا وصلنا بحفظ الله ورعايته بعد جوج سوايع. غادي ان شاء الله غادي نديروا جولة في المدينة، غنشوفوا الاماكن اللي كاينة هنا في مدينة لندن، غنتلاقاو عاوتاني مع اخوان اللي غيعطيونا معلومات على المدينه، وغنتقاسمها معكم ان شاء الله جميع المعطيات المتعلقه بهذه المدينه اللي كنحس بانها بارده. ملي كتقارنها بوينزور كتحس بان المدينه بارده. هذا الشيء ما كان لحد الساعه. غادي نتلاقاو مع الاخوان وغادي نعاود لكم اشنا هي المعطيات تاع هذه المدينه. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد، وما تنساوش اخوتي الاشتراك الاعجاب ونشر هذا الفيديو حتى تعم الفائده. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا هذا الفيديو، ما تنساوش الضغط على زر الجرس حتى يصلكم جديد قناه صوت المهاجرين في كندا. مزيان، ما عنديش غادي نقول لك كيدير كوسكو في اسميه بحال وينيبيغ. كوسكو وكوسكو هادشي اللي دابا اللي كفيه دايرين فيه الحاله، دايرين فيه الدجاج الحلال والكفته حلال. سمعت وقتها انا بالنسبه لي فين ما حطيتي رجلك فين ما حطيتي رجلك مزيان. اخرج من وينك لان شويه رخيصه، ومن بعد تتقلب الى بان ديك الخدمه، الى بان ديك الخون في شي خدمه في شي خون اخر في اوتاوا ولا كينغستون ولا شي حاجه، ما غاديش تقول لا. فهمتي؟ انا بالنسبه لي المدن بحال بحال، فهمتي؟ يعني شنو اللي كاين في ويندزور وما كاينش هنا، وشنو اللي كاين في كيتشنر وما كاينش هنا. كيتشنر واعره، انا بالنسبه لي كيتشنر واعره. مشيتي لها؟ الكوميونتي محركات مزيان، صافي زعما كيتي الدراري واشي شوف الناس صغيره ومسلمين قدام خدام تما، عرفتي كاين شوف كاين مدرسه اسلاميه جوج، كاين هاي سكول. دابا هادشي اللي تنقول فيه، علاش كنقول لك انا غير تمشي دابا داكشي اللي تنقول فيه كله كاين هنايا، لان حتى هنا راه الناس قدام، هنا راه كاين جدودهم اللي جاو هنايا، تلقاو دوزيام ولا تروازيام جينيراسيون اللي جاو هنايا، سيغتو اللبنانيين وداكشي راه سميتو راه هادشي لي زاكتيفيتي وكذا كله بالفلوس، كل سوا هنا كل سوا فين زارو كذا كلشي بالفلوس. مدارس الإسلامية مزيانين لكن راه غالي. أنا مدرسة إسلامية ب 500 دولار 300 عندكم هاي سكول هنا؟ كاين الهاي سكول، كاين هاي سكول إسلامية 500 دولار عاد لا الكاليتا ما كاينش. أنت ما تقلبش على الكاليتا، تتقلب أنت على أن إنفيرونمون إسلامي. أما الكاليتا راه ما كاين شيء. واش غادي نقول لك اخويا، الا بانت لك وينزور مزيانه وعجباتك وارتحيتي بها سير استقر وشوف، وانت غادي تلقى تقلب على الخدامي. تمشي في الصباح وتجي في العشيه ماشي مشكل. المهم هذا هو النور ديال المدينه، كتشي البني جديد وكذا، انا الناس اللي لاباس عليهم هما اللي ساكنين هنا. كلشي مبني جديد، هادشي كامل اللي تتشوف فيها هما راه باقيين تيبني. شي كلشي كان خلا دابا غادي وتي. دابا علاش هادشي ولا فيه الدوموند كبيره؟ لان باقي شي شويه الثمن رخيص بالمقارنه، ماشي رخيص نقول لك، الناس كيهربوا من الخلا وكيجيو هنا واقيلا، والناس واحد تيبيع دارو في تورونتو بجوج المليون تيجي هنا يشري جوج. كما كانت زيارة في حول المدينة كما شو هنا، هي المسجد ورايا، مسجد تاع مدينة لندن اللي غندخلوا ليه. اذا كما شو كانت جوله حول المدينه، حول المنشآت ديالها، اعطيناكم مجموعه من المعلومات على هذه المدينه. كما كتشوفوا اليوم يوم ممطر في مدينه لندن. مدينه لندن مدينه كبيره، عدد السكان ديالها تقريبا جاي 350 الف نسمه. مجموعة من الفرص كاينين هنايا في المدينة تاع الشغل،
بالنسبه للسومه تاع الكراء كتراوح ما بين 1500 وانت طالع 2000 2200. بالنسبه للطقس بارد، لكن بالمقارنه مع المدينه وانا فيها طقس كيكون ناقص واحد الشهرين، لانه كيكون عندهم تل شهر 11 عاد كيكون كيبدا الجو كيبرد تدريجيا. بالنسبه كما تحدثت في الاول، السكان هنايا العرب والمسلمين كيكونوا في الصوت، كاين مجموعه من الجنسيات العربيه المتواجده في المنطقه، مساجد موجوده بكثره هنايا، الجاليه العربيه عندها انشطه كتقوم بها من خلال المساجد المتواجده ومن خلال المدارس الاسلاميه المتواجده هنا في مدينه لندن. دون ان اطيل عليكم خوتي، لا تنسوا الاشتراك اعجاب نشر هذا الفيديو حتى تعم الفائده بالنسبه للناس اللي باغيين يجيو لمدينه لندن. دون نسيان الضغط على زر الجرس ليصلكم جديد قناه صوت المهاجرين في كندا. بالنسبه للمشاهدين جداد لاول مره كيشوفوا قناه صوت المهاجرين في كندا، ما تنسوش الاشتراك في هذه القناه، وما تنسوش لايك باش تزيد القناه تعرف وتزاد باش يشوفوها عدد كبير من الناس. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.